لم يكن الهجوم على الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو أول حدث إرهابي يضرب أوروبا، إلا أن فرنسا هذه المرة نجحت في حشد الشارع الأوروبي بالإضافة إلى استقطابها ممثلين عن 50 دولة للتظاهر في باريس ضد الإرهاب. مراقبون للأوضاع السياسية في فرنسا رأوا أن وراء هذه التظاهرات التي تحاول فرنسا إعطائها الطابع الدولي تقف نوايا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولندا، وهي إظهار نفسه قويا أمام التحديات. سؤال آخر توقف عنده المراقبون، وهو توافد عشرات الشخصيات الدولية إلى باريس للتضامن مع ضحايا الهجوم، متسائلين عن آلاف الضحايا الذين سقطوا بفعل الإرهابي في كل من سوريا والعراق ولبنان وباكستان ونيجيريا وغيرها. أما البعد الآخر والذي وقف عنده هؤلاء هو الشخصيات الحاضرة والذين يمثلون دولا كانت وما زالت داعما رئيسيا للإرهاب، فيما كان بعضهم مسؤول عن قتل الآلاف من الأطفال والنساء كرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نحو 1.5 مليون شارك في التظاهرات، هذا ما أفادت به اللجنة المنظمة، رقم متواضع وأقل بكثير من التوقعات الرسمية، إلا أن البعض رصد عدد نقاط التظاهر التي شملت كل دول الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عدد سكانه 0.5 مليار، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة هي أقل من 1% بكثير، محذرين من أن تكون هذه التظاهر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتحرك التيارات المتطرفة المعادية للجالية الإسلامية في أوروبا، خاصة بعد إعلان وزير العدل الأمريكي إريك هولدر أن بلاده ستستضيف قمة حول كيفية التصدي للعنف الناتج عن التطرف، تزامنا مع تأكيد وزراء الداخلية الأوروبيين على ضرورة تبادل المعلومات حول المسافرين وتعزيز الحدود الداخلية للاتحاد، فيما خرجت أصوات تطالب بتعديل اتفاقية شنغن للحد من تحرك المتشددين العائدين. فرنسية شارلي إبدو أول حدث إرهابي يضرب أوروبا، إلا أن فرنسا هذه المرة نجحت في حشد الشارع الأوروبي بالإضافة إلى استقطابها ممثلين عن 50 دولة للتظاهر في باريس ضد الإرهاب. مراقبون للأوضاع السياسية في فرنسا رأوا أن وراء هذه التظاهرات التي تحاول فرنسا إعطائها الطابع الدولي تقف نوايا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولندا، وهي إظهار نفسه قويا أمام التحديات. سؤال آخر توقف عنده المراقبون، وهو توافد عشرات الشخصيات الدولية إلى باريس للتضامن مع ضحايا الهجوم، متسائلين عن آلاف الضحايا الذين سقطوا بفعل الإرهابي في كل من سوريا والعراق ولبنان وباكستان ونيجيريا وغيرها. أما البعد الآخر والذي وقف عنده هؤلاء هو الشخصيات الحاضرة والذين يمثلون دولا كانت وما زالت داعما رئيسيا للإرهاب، فيما كان بعضهم مسؤول عن قتل الآلاف من الأطفال والنساء كرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نحو 1.5 مليون شارك في التظاهرات، هذا ما أفادت به اللجنة المنظمة، رقم متواضع وأقل بكثير من التوقعات الرسمية، إلا أن البعض رصد عدد نقاط التظاهر التي شملت كل دول الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عدد سكانه 0.5 مليار، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة هي